صح والله فنان والله فنان. طيب والله حلو اللي عايش المكان ولا اللي محلي هنا ويا امسك. طيب نبدا النقاط، نبدا توزيع النقاط. ها جعل فيها العافيه لبك ابدا عروض يعني. ايه عرض. طيب نبدا نقاط شباب اكلوا عشان لا يبرد. لا يبرد. يلا 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 يا عيال يلا كل واحد ياخذ بمسيه ويدرجها. يلا بمسيك و انا طبعا باخذ مكرونه. افا القلم ناسي قلم قلم قلم. خذ راسي اقول اكتب راسي. ابعد 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 ابعد. ابي قلم. عارف اصيدكم انا عارف اصيدكم. طيب يا شباب راح نشوف على بال ما يجيب القلم راح نشوف سحب القناه التغريدات وندخل على التاج. طيب بسم الله نقول قناه الواقع. يا اخي المفروض حساب قناه الواقع يرد الاضافه من كثر ما ادخل عليه. المفروض وانا معطيه نظام مشهير يعني ارد الاضافه. اخس. طيب اذكر مكون رئيسي. احنا طحنا في مازق. نقول مبروك 200 نقطة للفريقين يستاهلون. عليان بن متعب ونواف العرماني أخذوا 1000 تغريدة وعلي الشمراني وازع 1000 تغريدة. لا أنت يا الشيخ. فيأخذون لهم 200 نقطة. طبعا ندخل على التاج تاج البزنس. تاق البزنس 68 ياسر على ايام 68 69 70 80 باقي 3 اسابيع ياسر على ايام. صدق من سمو 50 نقطة العلي بن مشعل يستاهل. الله يبيض وجهه. فا 50 نقطة النواف العرماني استاهل. بيض الله وجهه ويعطيه العافية. الجوهرة 50 نقطة يا ليل الوازع آل هشال. يعطيك العافية يا جوهرة. يعطيك العافية. قاعد آكل صبر. الناس ما خلقت. اسلم. طيب زين صوت يلا صار واحد متابع هنا. جربت هذه؟ لا يا ريت ليل 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 والله طعمك بعدها فضل. من فاطمه 50 نقطه تتوقعون المن؟ عليان. لا الاسم ذا جديد فاطمه. لا وش دراك؟ وش دراك؟ وش دراك؟ 50 نقطه تروح لا عليان. استاهل. انا فاطمه مش فاطمه 50 نقطه لعليان. ف 50 نقطه النواف العرماني. شكرا. وها ايش بلاك وشو دمك اسلم. مرحبا يا العود. طبعا هذه كلها تسجل داخل حين نبدا التقييم على ما يخلصون اكل. ما ادري رحت انت جوري. من اللي اخذ مكرونه ودجاج يا شباب؟ عليان عليان ونواف. طيب لا 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 صوتك حلو يا ريان. يا لبي انت الحلو ابو محمد. ابشر ابشر ابشر. عشان عليك الغداء في قاعد يسمعني ذا. طيب يكلم ربيس ربيس الله احفظك بالشط. لا 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 خلنا نختصر النتائج على طول عشان ورانا قرعة. عليان ونواف أخذوا 2000 نقطة
الدرجات كامله خصم منها 1000 نقطه، القيمه الشرائيه تبقى لهم 1000 نقطه يتوزعونها. الف مبروك يا شباب. طيب وازع وعلي الشمراني اخذوا 2900 نقطه من اصل 3000 نقطه. الخلل اللي كان عندهم الوقت من 600 اعطيناهم 500 نقطه من 600 كذا راسك ابو محمد لبك ابدك يعني اخذوا 2900 خصم منها 1500 القيمه الشرائيه، هذا اللي يبقى لهم 1400 نقطه تقسم بينهم. الان راح نبدا القرعه يلا ولا لا يا شباب؟ محمد تعال جعل فيها العافيه. تعال خذ يا حبيبي. طيب الشباب خلونا نبدا القرعه على بال ما الشباب يعني بسم الله.